القيمة المضافة يا أخوان باختصار باختصار هي أن أكون حاجة لشيء غير موجود أو أطور حاجة لشيء موجود لشيء موجود، فبالتالي هذه هي القيمة المضافة، شيء موجود لكن يطور عليه، شيء ما هو موجود أخليه موجود. والمعايير الثلاثة المهمة للكتابة المؤثرة جدا، أو معايير القيمة المضافة، احنا دائما نتحدث عن القيمة المضافة، لكن فهد العمر الأحمدي كيف طبقها؟ طبقها باتباع ثلاثة أساليب هامة. أول أسلوب، عمق الفكرة. كيف أعمقها؟ بعضكم يسأل يقول لماذا أوبر نجح؟ طيب أنا يا ما فكرت، يا ما مثلا تلعوزت تعبت وأنا في المواصلات في السيارة وأنا في التاكسي، يا أخي ريحة رائحة التاكسي، قد يكون التاكسي مدخن، قد يكون مزعج، قد يكون مثلا المواصلات سيئة، السيارة قديمة، إلى آخره من هذه المشاكل، كلنا قد فكر في هذا التفكير، لكن لماذا لم تلمع فكرة أن أحدث تطبيق أوبر؟ هذا يسمى بتعميق الفكرة، تعميق الفكرة بحيث أن أجعلها تشتغل. الثالثة يا رفاق، أبدع لتكن إبداعية. شلون إبداعية؟ إبداعية يعني ما سبقنا إليها أحد من العالمين، لم تكن موجودة. الإبداع هو شيء ما هو موجود، الإبداع شيء أضيف شيء ما هو موجود. مثلا على سبيل المثال، هل كنت تتوقع أن تركب الطائرة عن طريق قص تذكرة أونلاين؟ كان موضوع معقد، لأنك تفكر كيف تشحن الشنط وتذهب إلى المطار، يعني في شغلات كثيرة. جاءت بعض شركات الطيران وقالت هذه مكاتب حجوزات، إذا بغيت تحجز أعطهم شنطتك، وإذا حبيت تقص التذكرة بطاقة صعود الطائرة هذا الموقع أضغط أونلاين، انتهت. طيب أنا أقول خلاص ما في إبداع الفكرة هذه، كيف أأتي بالجديد؟ أأتي بالجديد على سبيل المثال، في الوطن العربي كثر يستخدمون الفيسبوك، ليش ما أجيب تطبيق وسيط ما بين فيسبوك وشركات الطيران بحيث يربط الجهتين مع بعض ويقدم خدمة الحجز والشحن؟ يعني مثلا أنت بياناتك ومعلوماتك كاملة في الفيسبوك، عشان أروح أحجز ليش أدخل شركة الطيران وأسوي وأتعب؟ من حسابي بالفيسبوك على طول، فيسبوك أصلا فيه حجز طيران وفيه مواعيد الطائرات، أدخل بياناتي أصلا موجودة، مجرد أني أختار التاريخ ومكان جلوسي في الطائرة، انتهى. الدفع عن طريق فيزا والفيزا مربوطة بحسابي في فيسبوك، انتهى الموضوع. هذه فكرة، قدمت قيمة مضافة الآن، قدمت قيمة مضافة. قس على ذلك قيمة مضافة في أكثر من هذا، فقط مجرد الاستشهاد. الثالثة وقتها، الأولى قلنا لكم عمقها، بعدها أبدعها، الثالثة وقتها. الفكرة لها تاريخ صلاحية وتاريخ انتهاء، مثلها مثل أي سلعة ثانية. لا يصلح يا صديقي أن تخترع شمعة في زمن الكهرباء، لا تخترع شمعة في زمن الكهرباء، ما في أحد يحتاجها، لا يوجد أحد يحتاجها، فالأفكار الميتة تموت، الأفكار الحية تبقى، فيجب أن تختار فكرة حية أساس أنها تبقى. هذه هي المعايير الثلاث للقيمة المضافة للفكرة، لنطبقها على مقال عامر الأحمدي. عامر الأحمدي لديه فكرة أن الإنسان أغلى ما, 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 ما في الوجود، عمق هذه الفكرة بقصة في المقدمة وصاغ العنوان، بعدها تحدث عن إبداعية ربط القصة هذه بموضوع الوقت، هذا إبداع. ثالثا التوقيت، توقيته اليوم لهذه المواضيع مهمة جدا، وهو كاتب يومي على كل حال، فموضوع التوقيت قد لا يكون معيارا عاليا، ولكن اختياره في إبداعه وفي تعميق الفكرة هي القيمة المضافة التي يقدمها